لا هما اتأخروا فعلا جوه. صوت طالما انا الناس يا ستي، والله ما اتأخر. حاسه بضيعة. يا رب يا ايوه رب. قول يا رب. دكتور طمني ايه الاخبار، بابا عامل ايه؟ لا كويس بابا، كويس بس هو في الإفاقة. دكتور ارجوك طمني وما تكتبش عليا. صدقيني هو كويس. طب في ورم في مكان تاني؟ في، بس احنا مش هنقدر نتعامل معاه بالجراحه. طب ممكن اقدر ابص عليه بصه صغيره بس مش هتاخر. طيب ارجوك بسرعه. بقول لك يا دكتور، يعني هي الحاله صعبه. ما اكذبش عليك، صعبه وفي حاله متدهوره كمان. يعني هو هياخد كيماوي ولا مغزى؟ هياخد بس مش دلوقتي. لا قدر الله، يعني ممكن يعمل. ارجوك دي حاجة بتخطر منه، احنا بنعمل علينا، خليك واثق في ربنا. حول ولا قوة الا بالله. يبقى دكتور معلش، هو في مكان انا مش بشيشة. خلاص، طب اتكل على الله. خلاص. قفل انت الشغل اللي في ايدك وسيب لي مكنة مصطفى، انا هقفلها. لا لا مش هتأخر، مسافة السكة، انا قايم اهو جاي على طول. يلا سلام. ازيك؟ ذمتك ده ينفع؟ ازاي تمشي من غير ما تقولي؟ واكلمك كمان ما تردش؟ انا اسف انجي، انا محتاج اقعد مع نفسي شويه. اسف؟ ده ليه مصمم تبوظ حياتك؟ ابوظ؟ ما هي بايظه اساسا. ايه في جديد؟ لا مفيش جديد، بس انا قررت اعملها اللي هي عايزاه. ده كتاب فيه 30 خطوه، لو مشيت عليهم بالتفصيل حياتك انت وهديل هترجع احسن من الاول. تشرفك. هو ده الكتاب اللي انا كتبته يا سيف. ابويا الله يرحمه كان عنده مشاكل كتير قوي مع امي، شبه مشاكلك شويه، بس امي بقى كانت كرهته في الاخر جدا، ما كانتش طايقاه. فكر بقى ان هو يرجعها لي مره تانيه. ماشي على 30 خطوه دول، حياتهم رجعت احسن من الاول. انا بقى خدت 30 خطوه دول كتبتهم في الكتاب بالتفصيل، بس قلت لحسام ان انا مش هنشر الكتاب ده غير لما اجربه على حد وينجح معاه. لو نجحت التجربه هنشر الكتاب، لو ما نجحتش مش هنشره. فهمت يا بنتي؟ تنشريه طبعا، مالكيش دعوه بيا. لا انا عايزه اجربه عليك انت وبعدين نشوف. ده قراره مش هرجع فيه. انت بتهرجي؟ طبعا تنشريه، مالكيش دعوه بيا انا. انا قلت لك انا مش هنشره غير لما اجربه عليك انت، لان انت ظروفك نفس ظروفه. من فضلك سيف عشان خاطري، ده هم 30 يوم بس، ما فيهاش حاجه. لو لسه بايع عليها ايه المشكله انك تجرب؟ عشان خاطري انا هسيبهولك. يعني انا همشي بقى عشان ما اعطلكش. خارج من اوضه العمليات وعايز تمشي انت على طول مستعجل كده؟ الحمد لله على سلامتك يا اخويا. الدكتوره قال لو دخلت الحمام النهارده ممكن تخرج بكره ان شاء الله. مش عارف ينفع يشرب ولا لا؟ لا ما ينفعش، بس اساله كده بالنقطه كده على الشفايف. اسالك اهو يا حاج. هاني يا ابني، أنا تعبتك اليومين دول معايا يا حبيبي. هو فعلا أنت متعب يا حاج. إيه يا حاج اللي بتقوله ده؟ تعبك راح. الحق يتقال يا حاج، ما سبناش. ما هو ده العاشم، ده العاشم يا موهبة،
مش بقينا اهل؟ مش كده يا سيدي؟ انت اسمك ايه؟ شوف يا حاج عبد الصمد. عبد الصمد، اعرف يا ابني انا اول ما اقوم ان شاء الله باذن الله هكلم ابوك اول ما اروح البيت. بابا خلاص لما تقوم السلام ان شاء الله. مش وقته الكلام. واقول له ان انتوا يا ابني لازم الفاتحه عليكم، اصلي اقرا لكم الفاتحه يا ابني وتتخبوا، ولما يجي بقى يبقى نكتب الكتاب ان شاء الله. يا حاج ان شاء الله. سبحوني يا ابو هبة، سبحوني يا اختي. كويس انك ما جيتيش امبارح على فكره. ليه بقى؟ يعني نزلت عملت شويه مشاوير لامي. امك؟ انت مش قلت انها مسافره؟ مع اختي في السعوديه. بس نزلت بعت لها شويه حاجات بالدي اتش ال كده. استنى 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 امسك. يا ساتر عفانة، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا بقيت بشرب تباكو، يعني عشان اقلل السجاير واقلل الحشيش. تلات اربع خمس سجاير في اليوم كده. تلات اربع خمس سجاير في اليوم كده؟ انت بتشرب حشيش ليه يا حسين؟ مزاج. انت مالك؟ نتكلم بقلة ادب. لا خلاص انا كده همشي. لا 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 بس طب بقول لك ايه انت ليه اصلا بتشربي قهوه؟ ليه بتاكلي حاجه مسكره؟ كلام الناس الجاهله بقى. انت بتقارن القهوه بالحشيش. انت عارف كويس قوي ان في فرق كبير ما بين القهوه والحشيش، وعارف كويس قوي كمان الكلام الفاضي اللي هتقوله بتاع ان الحشيش بيخليك تركز والحاجات دي كلها كلام فارغ. انا مش ضد ان انت تشرب حشيش على فكره، انا ضد ان انت تعمل حاجه بتتعود عليها. كويس قوي. انت مين بقى عشان تبقي ضد ومع والكلام ده؟ لا هو مفيش فايده خالص. لا 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 خلاص. لا خلاص انا همشي. خلاص انا همشي بجد. خلاص بجد. انا مش فاهمه انت ليه بتتكلم بالطريقه دي طول الوقت حسين؟ انت بجد مش مقتنع ان انت عيان، وبجد مش مقتنع ان انت المفروض تتعالج، وبجد مش مقتنع ان انت محتاج لي، فانت ليه فايدته ايه اصلا اللي احنا بنعمله؟ انا اسف انا غلطان، انا مش هتكلم معاكي كده تاني. على فكره انا ما بتكلم ما بكدبش، بقول الحق. والله يا راجل. ما بتكدبش خالص. خالص. طيب وباباك بقى اللي انت قلت لي ان هو رجل اعمال وهو طيار، ومامتك اللي قلت لي ان هي عايشه وهي ميتها، قلت ان عندك اخت وانت وحيد، وقلت لي ان انت ساكن في مدينه نصر وانت من العباسيه، وقلت ان انت خريج تجاره وانت ثانويه عامه. عرفت الكلام ده منين بقى؟ مش مهم عرفته منين، انت بتقول كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بحور عليك. انا عارفه ان انت بتحور عليا على فكره، بس السؤال بتعمل كده ليه؟ اولا انا مش محتاجه لك في اي حاجه، انت اللي محتاجني. ثانيا مفيش اي حاجه من اللي انا قلتها دي تعيبك في اي حاجه. ثالثا بقى وده الاهم، انت فعلا مش مقتنع ان انت مريض وبتضيع معايا وقت عشان اكتب التقرير اللي يرجعك الشغل، مش كده؟ وده مش هيحصل. انا فعلا مقتنع ان انا مش محتاجه تعالج. اوكي لما تشوف غير كده بقى كلمني، وساعتها بقى انا مش هقبل اي كده ومش هسمح بيه تاني. عن اذنك. الو. ها في اخبار؟ ما لقيتوش ولا هو ولا مامته، وتليفونه مقفول. وانت ازاي تتخانقي معاه؟ يعني ايه ازاي اتخانق معاه؟ اتنرفزت في الشغل عادي، واحنا كمان هنزعل في الشغل؟ والله وكبرتي وبقيت تعلي صوتك يا بنت. بقول لك ايه، ما تنرفزنيش، انت كمان ما تخلينيش اعملها معاك. لا خلاص. لا يا استاذه ايه. خلاص 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 انا اسف. لا خلاص لا خلاص يا استاذه ايه، ما تعملهاش معايا، اصل انا بخاف منك بجد يا بنت الناس. اللي
هو من امتى الموضوع كبير؟ دي اصلا مشكله صغيره. المهم فتحي لما راح القناه النهارده قال لهم انه عايز يمشي. انا عايز اسال سؤال، هو انتوا مثلا اتحيلتوا عليا عشان اروح له البيت؟ ما انا ديني رحت له البيت اهو من نفسي وما لقيتش حد. طب ما تسالي البواب. سالت البواب طبعا وبرده ما يعرفش عنهم حاجه. اتصرف له زي ما زعلتي تصالحي، انت فاهمه؟ حاضر حاضر يا استاذ، حاضر هتصرف. باي. في ايه؟ انا طلقت مراتي هديل. ايه؟ قولي لي روحي، هو دلوقتي بيقدر يدخل التواليت مش كده؟ قادر واكل هيخرج بكره. طب تهاني احنا نشكر ربنا بقى. الحمد لله طبعا. الكيمو طبعا بيوقع على الشعر صح؟ هو بيتعب. بصي الموضوع كله معتمد على حالته النفسيه، يعني كل ما حالته النفسيه بقت احسن كل ما حس ان الوجع اقل. بعدين هو ما ينفعش يشوفك كده خالص، هو مش محتاج لك كده. بتخيل يا ابويا ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ ما ينفعش كده. وبعدين دموعك دي ملهاش اي لازمه، مش هتحل حاجه. هو محتاج لك جنبه، محتاج لك قوايه. بصي يا بابا، بصي يا حبيبتي، انا عايزاكي تصلي، صلي وادعي ربنا ان يرجعهولك بسلامه، يبقى في وسطكم، تضحكي في وشه، ساعديه. هو محتاج، محتاج حاجات كتير تعملها له، مش محتاج دموع خالص. لازم تبقي اقوى من كده، انت فاهمه؟ انا سامعاني؟ انا قويه طبعا. ممكن تقومي دلوقتي تشوفيه وتبوسي ايده وتضحكي وتلعبي معاه. ايوه يا مصطفى، في حاجه؟ ايه بقى؟ بس انا مش هسمح لك تكلميه بنفس الطريقه اللي كلمتيني بيها الصبح. في ايه؟ مالك؟ حاضر. ورد عليا كويس. مفيش. يعني ايه مفيش حاجه يا جان؟ يعني انت كده طبيعيه يعني؟ جان في ايه؟ قلت لك مفيش حاجه على فكره. طب انت فين دلوقتي؟ انا عند واحده صاحبتي بزور باباها عشان تعبانه. طب انا جاي لك. لا. فين المستشفى دي يا جان؟ انا هكلمك اشوفك. ماشي حاضر. كله تمام يا ريس، الزيت اتغير، التيل اتغير، فلاتر، كله زي الفل. المهم بس انت هتيجي معايا النهارده بالليل ولا ايه؟ مش عارف لسه ما قررتش، بس اكيد هكلمك. كلمني. قشطه. طير انا. سلام يا ريس. سلام. ما تجيب نفسك كل لفه. سلام. ما يغلاش عليك. الو. انت فين؟ هكون فين يا اخويا؟ في الورشه. طيب انا رايح اغوص. قشطه عليك، انا خلصت شغل، هحصلك. سلام. بس انت عمرك ما حكيت لي ان كل المشاكل دي بينك وبين مراتك. اكيد طبعا في مشاكل بتتحكي يا هديل وفي مشاكل ما بتتحكيش. عندك حق. طب انت مش شايف انك اتسرعت؟ شايف ان انا اتاخرت. عارفة هديل يعني ايه لما واحدة ست تمد ايدها على جوزها قدام ولاده؟ نيلة قوي. طب وانت ما مدتش ايدك عليها؟ عمري في حياتي ما ابتديت. ايه ابتديت دي؟ انتوا كل ما بتتخانقوا يا تجيبك من شعرك وانت تجيبها من شعرها وكده؟ ممكن سيجارة. اه هديل انا عمري في حياتي ما شفت ابويا وامي بيعملوا كده قدامي.
ان هم يضربوا بعض يعني؟ طبعا عمري في حياتي عمري. عارفه بقى لما الاقي ولادي بيتفرجوا عليا انا ومراتي بنمد ايدنا على بعض قدامهم حاجه في منتهى القذاره اللي في الدنيا. سفاله متناهيه. طب بصراحه يا خالد الخناقه اللي بسببها الست اللي معاك في الشغل فعلا شغل بس؟ ركز يا خالد. اقسم لك بالله عمري في حياتي ما كان في بيني وبين الست دي اي حاجه غير شغله بس. امال مراتك بتغير كده ليه؟ كل الستات بتغير يا هدي. لا مش كلهم. كلهم يا عم مش كلهم كده. كلهم طبعا بيغيروا بس في غيره بتخليكي مبسوطه ومنتعشه، في غيره سودة بتخليكي مخنوقه. وبعدين ما انت بتغير على سيف. لا سيف واطي ورخيص، وبعدين انا عاملني كده بالطريقه دي ما ينفعش، انا ما استاهلش كده. وبعدين اديك شايف النتيجه ايه اللي حصل يعني. ثانية واحدة بقى، أنت عايزة تقولي لي إنك اتطلقتي؟ ها اتطلق. هديني أنا عملت كده علشان أربي مراتي. أنا يا سيدي مش عايزة أربيه، أنا رميت طوبته خلاص. غريب جدا. أنا زهقان أوي أوي أوي، مخنوق جدا. وأنا؟ تيجي ندخل سينما؟ سينما؟ آه، نطلع من المود اللي إحنا فيه ده. ولو الفيلم طلع مش حلو؟ نقي اي فيلم. انت لو نكدت عليا بالليل هنكد عليك وهتبقى ليله منيله بنينه علينا كلنا. ليلى انا مش ناقص نكد، تعالي نروح سينما فيلم لذيذ طلعنا من المود ده. لذيذ ماشي. نكد وغم لا. يلا قوم. ٣٠ يوم؟ طب ما تجرب يمكن تجيب نتيجه. لا طبعا. لا طبعا ليه يا سيف؟ علشان بنسبة 99% إذا ما كانش 100% هدير مش هتصدقني. طب ما أنت لو صدقت نفسك هدير هتصدقك. وبعدين بقول لك إيه؟ أنا عايز البت إنجي دي تجيب لي كتاب أنا كمان. آه. أنت هتعمل بكتاب إيه يا ابني؟ ما أنت رجعت لمراتك وعلاقتكوا زي الفل. لا يا عم أنا عايز كتاب علشان تخليها تسيبني في حالي كده بقى. وأعمل اللي أنا عايزه بمزاجي. أخرج بمزاجي. وأرجع بمزاجي. ما تنكدش عليا عشت يعني. مروح يا محسن وممشي، عايز انام. يا عم ماشي حاضر بالراحة، بس بالراحة اهدى كده شوية. على فكرة أنا ممكن أساعدك. هتساعدني إزاي يا عبقري؟ آه هتساعدني إزاي؟ سؤال وجيه من رجل يبدو عليه الذكاء. أساعدك إزاي؟ أنت تشتغل 15 يوم وأنا أشتغل 15. اه والله مش عاجبك 15 يوم؟ مروح مروح. طب خليها انت 10 ايام وانا يوم عشان خاطري. مش عاجبك بقى. طب قبل ما اروح بقى انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. بما ان انت بتحب مراتك وعايز ترجع لها فكر بنسبه 1% امل. جرب مش هتخسر حاجه. الكلام ده من هنا. يا نهار ابيض ده انا واقعه من الجوع. بعدين انا ما نمتش كويس من امبارح عشان اعرف اجي لك بدري. انت كمان قافل تليفونك. ما انت بتاكلش ليه؟ ماليش نفس. بقى هعمل لك سندوتش حلو قوي. قلت لك لانش؟ تحب لانش؟ على جبنه رومي. جربت ده؟ بص بقى وتلفهم كده على بعض، عارف لو في زيتون اسود؟ ماليش نفس. كل بقى. اكيد انت بتقول عليا مجنون. جاية تصالحني دي ولا جاية تاكل عندنا؟ أنا آسفة يا فتحي. أصل أنت ما تعرفش اليوم كان كله ملخبط. عندي واحد صاحبتي باباها كان تعبان جدا ودخل المستشفى، عنده كانسر. ما أنت عارفها هبة. هبة بتاعت الورد، إيهاب. سلامته ربنا يعفي عنه ويشفيه. خلاص بقى عشان خاطر. جبنه ولا مربى؟ جبنه. احلى فطار لما بتيجي تفطري معانا يا سارة.
عشان انا ما تقوليش الكلام الحلو ده. انا بنتي بتفرق معايا قوي. طب ما هي بتفرق معايا بس ما بقولكش كلام يزعلك. مالك يا ساره؟ بابا هبه تعبان. تعبان عنده ايه؟ كانسر. فين؟ في المعدة. انا مزعلتيني. هو عامل ايه دلوقتي؟ هيخرج من المستشفى النهارده. عمل عملية وشال ورم من فوق البنكرياس. تلاقي هبه مامتها حالتها وحشة قوي. حرام. مش قادرة اوصف لك حالة هبه عاملة ازاي. بس مامتها لسه ما تعرفش. ربنا يشفيه ويعافيه. ادعي له يا ماما. وانت كمان يا بابا لو سمحت. اكيد. هتزعلي يا سارة لو جرالي حاجة؟ بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تقولش كده. هتخليني اعيط. ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ اصل بنتك صحيت النهارده الصبح وحطت نفسها مكان هبه وتخيلت انه لو حصل لي حاجه هي هتعمل ايه. فقالت هروح افطر معاهم واخد بابا وماما بالحضن عشان وحشوني. مش كده ولا ايه يا بنت؟ ربنا يخليك ليا يا بابا. وانا علشان ربنا يشفيه هدعي له في كل صلاه. وانا كمان يا حبيبتي هدعي له. بس انتي فيكي حاجه تانية مش بابا هبة وبس. عندي مشكلة في حالة بعالجها. في الطفل نفسه ولا بابا ولا مامته؟ لا في الطفل نفسه. طب معلش يا حبيبي. تشير اب. يلا حبيبتي افطري. يلا. مامتك بتعمل جبنة البيضة حلوة قوي. ومفيش بيض عندكم؟ كل بقى. مش قادر. هاكل لوحدي. يلا كل. كلي. فتحي انت لازم تعرف ان انت حد مميز جدا. مش بس في الشغل. كمان في حياتي. صحيح حمزه بيقول لي ان انت كنت عايز تسيب الشغل. انت لو سبت البرنامج انا كمان هسيبه. وساعتها تفتكر حمزه هيفكر في مين؟ اكيد في زين. يرضيك يرضيك زين يعمل برنامج. ايوه كده بقى فتحي. وانا كمان يا سيدي هرد لك اعتبارك واعتذر لك قدام الكرو كله. لا ما تعمليش كده. الوضع خلص خلاص. لو خلص يبقى كل. واضحك. اضحك. اضحك قوي. ها ها كده يعني. انا عايز اسالك سؤال. اسال. انت مين؟ من انت؟ انت عارف ان السؤال ده كنت عايز اساله لك من زمان. طب انا هقول لك بقى على حاجه. نعمل دين. لو انت جاوبتني على نفس السؤال انا هجاوبك. عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف عنك كل حاجة. باباك فين؟ هو مين؟ مامتك شكلها بنت ناس كلاس قوي يعني. مع انه مش باين عليك. يعني تفاصيل حياتك كلها عايز اعرفها. ابويا الله يرحمه توفى وانا عندي 10 سنين. سابني انا وامي وعصام اخويا الصغير. انا اسفة. معرفش ان باباك متوفي. عادي. بعدين هو انت ليك اخوات؟ انا فاكراك وحيد. عصام اصغر مني ب8 سنين. ايه ده والله انت عمرك ما كلمتني عنه. ابويا ما سابلناش غير الشقه اللي احنا عايشين فيها والمعاش بتاعه. امي اول ما ابويا توفى يعني قررت ان هي تشتغل عشان تصرف علينا وتعلمنا كويس. عدت السنين وانا دخلت الجامعه بس اول ما دخلت حسيت ان انا لازم اساعدها. اشتغلت وخدت قرار معاها كده ان احنا نكمل تعليم عصام احسن من التعليم. دخلوا جامعه يعني اللي هو بيحبها يدرس حاجه بيحبها كده. لما الست مامتك اللي جوه دي تعتبر بطله انها ما اتجوزتش بعد وفاه والدك واشتغلت وربيتكوا وانت كمان ما فكرتش في نفسك وفكرت في اخوك. اكيد اخوك مقدر كل اللي انتوا عملتوه عشانه. عصام أول ما دخل الجامعة اتعرف على شلة صحاب كده علموه الضرب. يا سيدي عادي. كل الشباب في السن ده على فكرة ممكن يعني ياخدوا سجارة كده في قعدة يعني. أي كلام يعني. قعدة يعني. عصام ما بيشربش حشيش. عصام مدمن كيميا. أدوية يعني. يا نهار أبيض. ليه كده بس؟ طب وعملتوا معاه إيه؟ لغاية دلوقتي دخلناه 4 مصحات. كل مرة يدخل مصحة ويخرج يقول أنا بقيت كويس مش هضرب تاني. وعلى الحال ده بقاله كتير لغاية ما جه في مرة يعني
قال لي انا عايز اتعالج بجد. دخلنا مصحة بس طلعت غالية جدا. من كل اللي اعرفه عن المصحات دي انها غالية فعلا. ده حقيقي. اليوم اللي نسيت فيه القلم في البيت جرس الباب خبط، بفتح لقيت عصام واقف قدامي، هرب من المصحة. وهرب ليه؟ مش هو عايز يتعالج؟ طلع ان هما بيبيعوا لهم المخدرات والادوية جوه المصحة عشان ما يهربوش منها ولا يمشوا. يا ولاد اللذينة، دول بيعملوا بيزنس فعلا، عندهمش ضمير. طب وعملتوا ايه؟ دورنا له على المصحة، لسه مودي فيها امبارح. عرفتي بقى يوم الحلقة دي ما كنتش مظبوط ليه؟ فتحي انا اسفة، انا اسفة بجد، بس انت عليت في نظري قوي، لان انت فعلا راجل فؤاد ما فيهوش رجالة. عموما ما تقلقش، ربنا ان شاء الله عايش فيه. هي ممكن اقول لك على حاجه؟ قول. يعني انا من ساعه ما بدات اشتغل بعتمد على نفسي وساعد امي، وكان طول الوقت اللي فات ده كله لغايه دلوقتي اكتر حاجه هماني يعني ان انا اشوف امي مرتاحه من اللي شافته من اخويا. يمكن ما كانش عندي وقت ان انا اتعرف على حد او اعجب بحد. بصراحة من ساعة ما شفتك وأنا بدأت أحس إحساس جديد عليا يخليني مبسوط. بصراحة هي أنا معجب بيكي. الو، انا مستر شريف. ازيك؟ هو مصطفى فين؟ لا اصل انا كنت عايزاه في حاجه مهمه قوي، معاه ورق انا محتاجاه جدا. اجازه؟ لا تمام، انا هحاول اوصله. لا مفيش اي مشكله، تمام، ميرسي قوي. اجازه؟ اجازه. سوري انا نسيت. اوكي طبعا هقفل. هو انت واخد اجازه ليه؟ وانت قفلت مايرك ليه امبارح وما اتصلتيش؟ مفيش اي حاجه، عادي تعبت ونمت. كان ممكن تبعتي اس ام اس على فكره وتقولي فيها كده. طيب انا اسفه. ماشي، قبلت اسف. هقابلك بعد الشغل. هشوفك بعد الشغل. ماشي، باي. بركة يا اخويا انك رجعت بيتك تاني بالسلام. أنا مالك يا بنتي يا هيبة عليا يا حبيبتي؟ حاضر يا مالك. حاضر حاضر. رقبتك معايا يا هاني يا ابني. معلش ولا يهمك يا حاج، تعبك راحة. ماما طلعي الأدوية من الكيس. حاضر. هاني هاني يا ابني،
اتصل لي بابوك يا حبيبي عشان عايز اقول له. ما نصبر طبعا حاجة كده عشان فرق التوقيت بس، يعني هو الحاج متعود ينام في فرق التوقيت. يعني توقيت ايه؟ الساعة كام يا ناس؟ الساعة كام؟ صح. طب نسيبه نستريح شوية. طيب بابا لو عايز أي حاجة اندهلي أوكي؟ ولا طيب أستأذن أنا بقى. استنى عايزين. أمو هيبة. أيوة. وحشتيني يا أمو هيبة. وحشتيني. هو ده وقته يا حاج. أمال إمتى؟ هما دول الكماوي في المخ. هتعمل إيه؟ مش عارف. يعني إيه مش عارف؟ بس أنا محطوط أصلا في مكان غلط. مش عارف اخد لقمة حد تاني وفي نفس الوقت مش عاوز ازعل الراجل اللي جوه ده. لقمة؟ ايه اللي بتقوله ده؟ حتة جلاشة يعني، فارقة معاكي لقمة ولا جلاشة؟ انت دماغ صغيرة قوي يا هبة. بص انا مش هقدر ازعل ابويا في الظروف دي، هنستنى لغاية لما يخف وبعد كده انا هعرف اتصرف. يبقى بشرط الواد اللي بتحبيه ده ما تشوفيش خلقته لحد ما نفركش الخطوبة دي، انا ما بعلقش انا اريال وقرني والكلام الفارغ ده. اريال وقراني؟ ايه الكلام ده؟ على فكرة الولد ده مسافر ومش جاي دلوقتي. حتى لو موجود ماليش فيه، هعورهولك وربنا. وطي صوتك لو سمحت، الراجل عيان جوه. يلا ربنا، انا بعمل كل ده عشانه اصلا. وانا برضو بعمل كل ده علشان الراجل ده ابويا. اديك قلت اهو، هو ابوكي وانت بنته، انا مالي؟ والعوم برضو يعني مش اكثر بخاطره. ماشي، كتر خيرك يا سيدي. يعني مش معقولة أغيب يوم في الشغل يقف، متعرفيش تشتغلي من غيري، الشركة كلها تتعطل. إيه ده؟ قد إيه أنا مهم في الشغل؟ إيه بقى؟ مالك؟ ما تتكلميش. أنا ما تتكلميش. أنا فاهم. فاهم ايه بالظبط يعني؟ فاهم اللي فاهمه. المهم وراك ايه بكره؟ بكره؟ بكره الجمعة اجازة يعني. ايوه. ايه؟ عايز اقابلك بكره بدري عشان اعمل لك مفاجأة. لا بكره مش هينفع، علشان انا ليا بس انا ومامي كده يوم الجمعة بنعمل حاجات وعندنا مواعيد عائلية. لا لا بكره هينفع، لان انت بكره حتى لو عندك حاجات عائليه ممكن تاجليها، ما تعمليهاش خالص اصلا. انت بكره ما وراكيش حاجه وفاضيه، وهتصحي بكره بدري الصبح وانت اللي هتصحيني. وقابلك بكره.